حياكم الله في موسمنا وحياكم الله في ليالينا الكوميدية. في ليالي مليئة بالضحك والمرح يأتي نجوم الكوميديا الارتجالية في فعالية ليالي كوميديا ستاند اب كوميدي، يلي شهدت حضور عدد كبير من الجمهور ملأ أرجاء المسرح العالمي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض. الستاند اب كوميدي في المملكة عمره تقريبا إذا ما خاب ظني 15 سنة الحمد لله. عندنا عدد كوميديانز ضخم، عندنا في السعودية بعدد نوادي كثير كوميدية. مرة جميل وسعيد ان الستاند اب كوميدي الحراك حقه في السعودية مرة قوي. احنا توتل 19 كوميديان في كل ليلة من الليالي، في اثنين ثابتين والبقية متغيرين. بما اننا امام كوميدي ستاند ابس، هل الاجواء بين الممثلين كانت كمان كوميديه؟ شف ابراهيم الحجاج من ايام التدريبات في ايام سطار وهو يخوف، في لمحات كذا يوكوزونيه كذا، ها شويه ذروك شويه، ها شويه لا يغرق جسم ابراهيم ترى. ابراهيم حجاج لا دقيقه تبيه مصارع، تبيه كوميديا، شوف 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 فيها حزن، فيها كوميديا، فيها مصارع، فيها خلاص. شكرا ابراهيم يعطيك العافيه. فابراهيم ما نقدر نقول له شيء، نجم. كم لك متزوج؟ كم؟ 9 سنين ما شاء الله تبارك الله، يعني لو انا مو باين عليك لسه في شعرك ولابس ثوب امورك تمام. وبما انه موسم الرياض تجربه فريده من نوعها، حبينا نعرف من نجومنا انطباعهم عن هالموسم. هي فيها الواحد يحس بمسؤولية، في جمهور جاي ويبغى ينبسط، فأنت يعني دورك أن يكون في حجم الحدث يعني. يعني لنا الكثير، يعني لنا دبة الروح، يعني لنا العودة، يعني لنا فيه فتحة المسارح الفرص، يعني لنا كل شيء. مع المستشار ما شاء الله عليه يعني في كل خانة قاعد يعطيها حقها وزيادة، كل الشكر له، وكل الشكر لكل منسوبين هيئة الترفيه، وكل الشكر لكل العاملين على هذا الموسم الكبير. احنا ممتنين جدا لهذه الفعاليات اللي قاعد تسعدنا وتسعد الجمهور وتسعد الحضور. حياكم الله جميعاً.